السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بالصحه وعافيه جيده. رمضان كريم. اليوم عاد نقدم معكم لسان العصفور. بسم الله. درت كيلو ديال الدقيق من بعد ما مغربل، صفر ديال البيضه، كنحيدوا البيض وكنخدموا غير بالصفر بحال الشكل ديال الشباكيه. جلجلان مطحون من بعد ما تحمر واحد شويه، منحمروش بزاف، غير شويه، وكنطحنو حتى كيولي معجن على هذا الشكل. الا ما طحنش لكم البنات مزيان غربلوه. القرفه معلقه كبيره ديال القرفه، من بعد خاصني نغربلها. عاد نخدمو بما زهر، وجوج معالق ديال الخل الابيض. عاد محتاجين معلقه كبيره ديال سكر سنيده، اي حبيبات، سكر حبيبات، فاني، خماره، عندنا حبه حلاوه، والنافع مطحونين، وعاد نغربلهم. هادو عاد نغربلهم مزيان. بسم الله توكلت على الله. عاد نبدا بالنواشف هي الاولى. قبصه الملحه، عفوا، درت قبصه الملحه، راه درتها هنايا. بسم الله. عاد نبدا، هذا راه مطحون مزيان بلا ما نحتاج نغربلوش، حتى راه معجن. فاش كيتعجن لك مزيان راه بلا ما تغربليه، ولا ما طحناش لك الماكينه مزيان، غربليه باش ما يتقطعش لك العجينه. معلقه ديال السنيده، سكر حبيبات، سكر بيضه، القرفه معلقه كبيره ديال القرفه. بسم الله. عاد نغربلها. فاش كتغربلو كيبقى هذاك الشيء اللي بقى كيبقى الفوق. جوج معالق بالنافع وحبه حلاوه مطحونين. من بعد البنات عاد نزيد عليها الخماره كيماويه. فاني. من بعد البنات انا خلطت النواشف كامله، كنخلطها هكذا مع بعضياتها باش تنسجم مع بعضياتها هي الاولى. وعاد نزيد عليها نص كاس ديال الزبده مخلط بزيت الزيتون. الزبده ديال الكراميزي بحال هذا اللون، تتجي بحال هذا اللون، كديروها في على النار هادئه تتولي بحال هذا اللون، وزيت على زيت الزيتون نص كاس مخلط بين زيت الزيتون والزبده. بسم الله. جوج معالق كبار ديال الخل الابيض. وعاد نعجنوها البنات بالماء زهر، عاد نعجنو به، نخلطو به العجين ديالنا. نخلطو به العجين ديالنا. بغيتو ديرو القرعه كامله ديروها، بغيتو ديرو غير كاس كبير وتكملو بالماء دافي خلطو به، عجنو به. لما كيبغيش بزاف الماء زهر يكون قوي في هاد لسان الطير، يدير غير كاس كبير ويكمل بالماء دافي باش يعجن. صافي نكتفي بهاد المقدار. شوف اش خليت في القرعه، ولا كان خاصني عاد نزيدو ماء دافي. من بعد البنات معجنتها مزيان، كدلك مزيان على هذا الشكل، كتجي العجينه ديالتها بحال ديال المسمن. شو ما شاء الله كتجي غزاله ما شاء الله. وعاد نبدا نقطعها كويرات صغيره بزاف، لان عاد طيب. وهانتو راه خديت واحد شويه الزيت، مجرد ما تعمرش بزاف، مجرد كتفزق يدك شويه، ما بغيناش نعمرو زيت ولا، كدير كويرات بحال هذا الشكل صغار ونديرو بحال هكا. كويرات يجيو صغيرين بزاف.
من بعد البنات كما تيبان لكم كنديروا كويرات صغيرين بزاف بحال هكا، والزيت راه مجرد كنفزقوا به يدينا بحال هكا شويه باش ما يلصقش لينا في يدينا، هو اصلا راه العجينه ديالته ما شاء الله بحال هذا الشكل، راه ما كتلصق ما والو، خاصها تكون ماشي قاصحه ماشي رطبه على هذا الشكل. ومن بعد ما عاد نعمر البلاطو ديالي وعاد نكمل كل العجينه ديالتي، عاد نسرحها بالمدلك نرققها ونديرها اما في المقله هذاك الثقيله اللي كنطيبو فيها مسمن، اما نديرها في الطيفال. ومجرد تابعوا معايا راه عاد نوريكم المرحله كما كيفاش عاد ندير ليه، بقاو معايا. من بعد البنات ما كملت العجينه ديالتي كما تيبان لكم، كملتها كلها، عاد نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح شي 5 دقائق باش تعطينا طوع باش نخدموها في ساعه، نديروا لها دلاك او نسرحوها بيدينا ونطيبوها. بعد البنات كما تيبان لكم ها هي كنسرح هكذا اما بيديا اما نخدم بالمدلك ونديرها على البوطه. تجي على البوطه بحال هكا، غير تصعدوها وتحيدوها، غير تصعدوها بحال هكا في ساعه، غير تلويها من هاد الجهه وتعاوديها من الجهه الاخرى، واخا تتبان لك تقطعات بحال هاد الشكل تخافوش منها، بان في الخدمه ديالها فاش تلوى ماشي مشكل بحال هكا. حنا نحاولوا باش ما تقطعش، ولكن هادي تقطعات ليا، يمكن تعلي حساب الدقيق، الدقيق اللي ما كيتقطعش كتجي في العجينه ديالو زوينه. صافي دابا عاد نحيدوها شي كما صعدناها وصافي نحيدوها. من بعد البنات فاش كنحيدوهم كنديروهم في واحد المنديل بحال هكا نقي، وعاد نكمدوهم بحال هكا ونديروهم في ميكا في بلاستيكا اليمونتيغ بحال هكا ونخشيوهم باش من بعد فاش عاد نكمل كلشي كما نخدم للحاجه اللي حطيتها نخشيها في المنديل ونخشيها في ميكا باش يبقى رطب، وفي التقطع ديالو غادي يجي ساهل وما ينشفش. عاد نكمل ثاني اخرى. اللي تجيكم سهله ديروها اما ديرو بيديكم اما بالمدلك. نحاولوا نرقوه، نحاول نرقوه مزيان ورجع ثاني نكمل كما درت في الاول، ما نخلوهاش تنشف لينا بزاف، مجرد تبدا طيب في ساعه نقلبوها ونحيدوها بالخف ونديروها في ميكا بحال هذا الشكل باش ما تنشفش لينا. نعود معكم هذه حتى كما بحال هكا، مجرد تحسوا بالعجينه صافي نشفات حيدوها صافي، حاولوا ترقوها فجدا ترقوها صافي. دابا عاد نحيدوها شتا بدات كتنفخ صافي نحيدوها، راه نشفات صافي عاد نحيدوها ونكملوا العمليه. ناخذوها البنات من بعد ما طيبته بحال هذا الشكل درته في هذاك بلاستيكه اليمونتيغ، كنبدا نجمع فيه بحال هكا، كنبدا نجمع فيه وخفف يدك بحال هكا مزيروهاش، وعاد نديرو كما تيبان لكم هنا درت الدقيق الماء وخلطته هكذا باش عاد نلصق. نديروها تنية مخففة بحال هكا بحال هاد الشكل، عاد نحطوها جانبا وعاد نجيو التانية حتى هي بحال هكا، ونخفو يدينا التانية بحال هكا ونخفو يدينا، منزيروهاش منزيروش التانية بحال هكا. نديرو لنا ثاني دقيق باش نلصقوها باش نقطعو باش ما تحلش لينا بحال هكا على هاد الشكل، ونحطوها ونديرو التالتة هكا نتنيو وهنا لاخر نلصقو هادي ديرنا بحال هكا. دابا عاد نجي معكم باش نوريكم التقطاع ديالو كيفاش هادشي، نميلو
المقص بحال هكا بحال الشكل ديال الفقاص فاش كنميلو الموس هكذا ناخذ مقص ونميلوها بحال هكا كتجي في هذا الشكل وكنخلوها البنات من الاحسن ينشف حتى الصباح عاد فنقليوه ونفندوه في العسل غنديروه في العسل من الاحسن خلوه تينشف مزيان باش ما يتحلش لينا في المقله ويجي الشكل ديالو يبقى واحد الشكل ديالو الحقيقي يبقى واحد الشكل زوين غنكمل معكم بحال هكا نمشي بحال هكا وهذا الشن كنحيدو هذا الشيء عاد نحطو عاد نمشي معكم هنا نحيد هذا الشن نمشي مايلة بحال هكا ولا تحلت لينا شي وحده نعاود نلصقوها بحال هكا عاد نحطهم كلهم ونكمل العمليه من بعد فاش نسالي شوفوا البنات بحال هذا الشكل فاش كيدار كيتقلى لينا كيولي بحال هذا الشكل كيتحل وكيعطينا واحد المنظر زوين هذا السنتر كيجي زوين انا عاد نكمل معكم هذا الشكل ثاني ها هو هذا الشكل كنحيدو صافي انا عاد نبقى سنكمل هذاك الشيء كلشي اللي باقي عندي والصباح ان شاء الله عاد نغطيه ببلاستيك غذائي ونخليه حتى الصباح عاد فنقليه ونديرو في العسل من بعد البنات ما كملت كلشي البارح وغطيته وخليته كما تيبان لكم هو هذا انا درت الزيت ديالي هو ها هو درت الزيت تيسخن العسل كما تيبان لكم هو هذا انا كنت خدامه به شباكيه يامس سمحوا لي ما درتش فيها فيديو حيت جات مزروبه ايوا دابا عاد ندير تقلى ليا السلطير وهذا بهذا الشكل وهذا راه كيجي البنات غزال من بعد ما تبيتوه الزيت خلوه تيسخن مزيان كما تيبان لكم ونقص البوطه نقصوا عليه البوطه شوفي تيجي الشكل ديالو انا عاد نديرو يتقلى ونديرو في العسل كترو عليه الزيت ونقص البوطه باش ما يتحركش لينا باش يطيب بالمهل شوفوا البنات فاش كيبدا يتحل باش يولي تابعوا معايا ما تخافوش البنات من هذه الكشكوشه راه ديال صفر ديال البيض عاد نخليها شوفوا كيفاش كيتحل ما شاء الله فاش كيبدا يطيبو كيفاش تيتحل علاش نقول لكم خلوه يبات اما لاصيتي الصباح خليه ساليه وقليه ولا من الاحسن لاصيتي في العشيه خليه حتى الصباح وقليه كما تينشف فيه هذاك الدقيق فاش كتصايبيه ما كيتحلش لك ما تيكونش عندك بالخساره ما تيتحلش ها هو تيبان لكم كيلو ما شاء الله كيعطي كميه كثيره اللي باغي يدير نص كيلو يدير نص مقادير نخلو تي تقلى لينا مزيان من الاحسن الزيت يكون فوق منه كما تيبان ليكم يبقى معايا ان شاء الله سنكمل شوفوا ما شاء الله العسل عندي ناجح 100% راه لحقت لكم الفيديو ديالو شوفي تيجي ما شاء الله ها هي عاد نحيدها نديرها في شبكه ولا في كسكاس نرش عليها جلجلان اي السمسم انا درت المقله الثانيه هي هذيك الطيب
اول بنات كما سايبه لكم مازال ما كملتش، تبارك الله كيعطي كميه كثيره. شو كي تيبان لكم البنات كيجي غزال ومقرمش ناجح 100%، كيجي ما شاء الله. هو كما تيبان لكم كيجي مقرمش وغزال، ها شوفوا القرمشه ديالو، ها هو كيجي غزال ما شاء الله. من بعد البنات ما كملت كل شيء كما تيبان لكم، التفصيل كنهدي لكم، كنهدي كل المتتبعين ديالي العزاز. نتمنىكم تكونوا بألف خير بإذن الله، رمضان كريم. شوف كي جاكم كي جو غزالة البنات، ما شهيتكم فيه، ما شهيتكم فيها، كتجي غزالة غزالة، ولي كيف تشعل البنة والقرمشة ما شاء الله. ها كما تيبان لكم، ها هي كما تتبان لكم، تجي مجعبة ما شاء الله وغزالة وشاربة العسل. نتمنى لكم الصحة والعافية يا ربي. ما تنسونيش بلايك، ابوني، اشتراك في القناة، الجرس باش يوصلكم كل جديد. مع السلامة، الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.